مشاهدي الكرام وصديقي المشاهد، 5 أيام تفصلنا عن رفع الحظر الجزئي وتعود بعدها الحياة إلى طبيعتها. إيش التوصيات الشرعية اللي تهمنا وتحديدا خاصة في العبادة وفي الصلاة؟ يسرنا أن يكون معنا وينضم معنا الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. في البداية فضيلة الشيخ، نوجه التعزية وكذلك عظم الله أجركم في وفاة ابنكم، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكن في عليين. آمين آمين، جزاك الله خير، تقبل الله دعاءك وأحسن الله إليك. دكتور، في البداية ما هي الإرشادات الشرعية المهمة في تطبيق التباعد بالمنزل وكذلك أيضا بالنسبة للمسجد؟ يعني ما هي الأحكام التي فعلا يلتزم بها الشخص، خاصة أن تثار بعض الأسئلة خاصة في الصفوف ومن يتقدم والفرجة اللي بين الصلاة والذهاب إلى المسجد أو الجلوس في والمكوث في البيت؟ ما هي الأهم يعني المسائل الشرعية المهمة التي يهتم بها المسلم خاصة هذه الحالة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيما يتصل بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة الصحية والأمنية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، هي من الأمور التي يجب على كل مسلم أن يلتزمها. والسواء ووجه الوجوب أن الله تعالى أمرنا بطاعة ولاة الأمر في قوله تعالى: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر إنما أمروا بهذا لما في ذلك من المصالح المحصلة والأخطار المتوقعة، فإن الكارثة التي أو الجائحة التي أصابت الناس فيما يتعلق بهذا الفيروس شديد الانتقال لا يمكن التوقي منه إلا ببذل الممكن والمستطاع من الاحترازات التي هي ضمانة لسلامة الإنسان في نفسه وأيضا لسلامة العموم. فإن الإنسان قد يكون مصابا أو حاملا للفيروس وهو لا يعلم، فيتأذى بذلك غيره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان قد أكل شيئا من طعام له رائحة مكروهة كالبصل والثوم أن يتجنب المصلى وأن يعتزل، فجعله عذرا مسقطا لصلاة الجماعة، فما في شك أن ما كان أعظم خطرا وأكبر ضررا الوقاية منه من باب أولى. ولهذا ينبغي التنبه لهذا، فمن كان مصابا بمرض أو بدت عليه أعراض ذلك المرض أو ما يمكن أن يكون من علاماته كالحرارة أو ما أشبه أو الكحة أو ما أشبه ذلك، ينبغي أن يتجنب المجيء إلى المسجد لما في ذلك من الوقاية للمصلين والصيانة لبيوت الله عز وجل من الضرر. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأما ما يتعلق ب العذر في ذلك فهو معذور وهو مأجور. معذور ومأجور، معذور فيما يتعلق بعدم الوجوب لأجل هذا العارض، ومأجور أن ينال أجر الجماعة وهو في بيته، لأنه إنما امتنع من المجيء للجماعة من أجل صيانة نفسه وصيانة الناس عن أن ينالهم أو أن يصيبهم شيء من الأذى. فيما يتعلق بالذين يعدون من الأصحاء لا يعانون من شيء من المظاهر أو من الأعراض التي تكون مرافقة لهذا المرض، عليهم أن يأتوا إلى المسجد على الوجه الذي رتبته الجهات ذات الاختصاص، من التباعد بالدرجة الأولى ومن لبس الكمامات الواقية التي تقي انتقال المرض بين المتخالطين المتقاربين. وهذان الأمران قد يقول قائل إنهما يؤثران على الصلاة من جهة أن الأصل في الصلاة التراب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللثام في الصلاة. أما ما يتعلق بما يتعلق بالتباعد وهو حفظ مسافة بين المصلين، فهذه المسافة التي بين المصلين لا تؤثر على صحة الصلاة بالاتفاق، وإنما البحث كله دائر فيما يتعلق بالمكروه، أن ذلك يكره وليس أن ذلك يحرم. ففي قول عامة العلماء يعني التباعد الموجود إنما هو مكروه، ومعلوم أن المكروهات
تبيحها الحاجات، وموضوع انتقال العدوى يفوق الحاجة. ولذلك أؤكد على أنه ينبغي المحافظة على المسافة الكافية التي من خلالها تحصل الوقاية والأمن من انتقال المرض. نعم. ولا يؤثر هذا على صحة الصلاة بالاتفاق، بل مخالفته إذا كان ذلك يؤدي إلى انتقال المرض مما يأثم به الإنسان. هذا فيما يتعلق بالتباعد. أما الجزئية الثانية فيما يتعلق بالكمامات، فالاتفاق منعقد على أن وضع اللثام على الفم ومنه الكمام وشبهه مكروه، وهذا في حال الحالة الاعتيادية. أما إذا دعت إلى ذلك حاجة كالحاجة التي يعيشها الناس اليوم من انتقال الفيروس وسرعة انتشاره، فهي مما ينبغي أن يستحضر أن ذلك حاجة تشبه أن تكون ضرورة، فتزول الكراهة. فلا كراهة في وضع الكمامات في الصلاة، سواء كانت صلاة الجماعة أو الصلاة النوافل التي يتنفلها الناس في المساجد لوقاية أنفسهم من انتقال الفيروس، ولوقاية غيرهم من أن يكونوا سببا لانتشاره أو انتقاله. نعم. طيب بالتالي كل الاحترازات التي ينبغي أن التي وجهت بها الجهات ذات الاختصاص، ينبغي علينا جميعا أن نتعاون وأن نأتمر فيها بما توجه إليه الجهات المختصة، ونحتسب الأجر في هذا، فإن الأجر في الامتثال لا في المخالفة والاستهتار. ذلك أن العواقب وخيمة، ونحن نشهد يعني أن بعض الناس قد لا يبالي في نفسه، لكن ينبغي إذا كنت أنت لست حريصا على نفسك ولا ترى يعني قيمة لهذه الاحترازات، ينبغي أن تقي شرك غيرك، فإنك تمنع ناس من الصلاة. لأنه بعض المساجد إذا جاءها من يرى أن الناس لا يلتزمون بالتوجيهات الاحترازية، يترك الصلاة في المسجد لدفع الأذى عن نفسه. نعم. فلا تكون سببا في هجران بيوت الله أو وقوع الضرر فيها بسبب استهتارك. أسأل الله الهداية للجميع والتوفيق والسداد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير. وكذلك أيضا يمكن دكتور رسالتك لأبطال الصحة في هذه الأزمة، هل يعتبر أنه يعني أجرهم مثل أجر مثلا الجندي، خاصة أنه يعني يسهر في سبيل الله من أجل صحة هؤلاء المسلمين؟ رسالتك لهؤلاء رجال الصحة. ما في شك أن العاملين في المجال الصحي يقدمون خدمات جليلة وجهود مذكورة ومشكورة، وحقهم أن يشكروا على هذه الجهود، وأن يثنى عليهم بما يقومون به من أعمال مباركة، ويدعى لهم ويؤذرون بكل ما يكون سبب لدعمهم وحثهم على ما يقومون به من واجبات تجاه الأفراد والمجتمع. أسأل الله لهم التوفيق والسداد، يشكرون ويذكروا جهودهم، و النجاح الذي حققناه ولله الحمد في الفترة الماضية في تدني الأعداد إنما هو بفضل الله عز وجل، ثم بما يسره من هؤلاء الرجال والنساء الصادقين الذين بذلوا جهودهم من رجال الصحة، سواء أطباء أو ممرضين أو ممارسين أو متعاونين أو إداريين، في إنجاح الخطة التي من أجلها، التي غرضها وغايتها وقاية الناس الأضرار. أسأل الله لهم التوفيق والسداد والإعانة، وأن يعظم مثوبتهم وأن يجزل عطاءهم وأن يحفظهم في أنفسهم وأهليهم بخير. آمين يا رب العالمين. الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه بجامعة القصيم، شكرا على تواجدك معنا وهذه المداخلة وهذه الإضافة الكريمة.